السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم على فيديو جديد من السلسلة الدروسية ديال سنة ثانية بكالوريا. إذا غنكملوا الاستعداد للفرض الثاني، وهذا آخر فيديو في الخبر الوراثي، لأن الفيديو الجاي غيكون على الهندسة الوراثية. إذا الحلقة الخامسة غنشوفوا فيها الاستعداد للفرض الثاني، ولكن في هذا الفرض ولكن في هذه الحلقة ما غاديش نخدموا وطني، غنخدموا واحد الفرض اللي ديجا صورته لكم في لاباج فيسبوك اجيم طراو اس بي تي، وتلقى في ليا ديسكريبسيون. يعني اول حاجه خاصك دير شنو هي، خاصك تخدم الفرد راسك. ونفس الميساج كيوصلنا ديما بان الاستاذ عندي مشكل في التمارين، ما يمكنش نخدم التمارين وانا ما شفتش الدرس. هذه في اي ماده، في المعرض، في الفيزيك، حتى في العلوم، ما يمكنش نخدم الدرس ولا نمشي للتمارين ديريكت وانا ما عارفش شنو كاين في الدرس. اذا خصني نلخص الدرس بطريقتي، يعني نتفرج في الفيديو ونشوف الكور ديال الاستاذ، يعني اي حاجه غتساعدني باش انني نفهم، ونلخص داك الشيء في واحد دو باج ونخدم التمارين وغادي نفهم التمارين وغادي يجاوب مزيان. اذا اولا كبيره يعطي تعريفا للمصطلح والعبارات التاليه: الدوره الخلويه وجزيئات اضيه. اذا تعريف الدوره الخلويه، اولا كبيره الدوره الخلويه. إذا ما هي الدورة الخلوية؟ الدورة الخلوية هي مدة حياة الخلية. إذا أي خلية تعيش واحد المدة ومن بعد تنقسم إلى خليتين بنتين. إذا بين قوسين مدة حياة الخلية. وشو كتساوي الدورة الخلوية؟ تساوي سكون زائد انقسار غير مباشر. إذا كتبت غير هذا الشيء عندي بعد النص النقطة ديال التعريف، وغنكمل جوج نقاط، وهي مجموع المراحل التي تمر منها، يعني مجموعة من المراحل اللي هي السكون والانقسار غير المباشر اللي كدوز منها شهور، تمر منها الخلية الأم لتعطي خليتين بنتين. مثلا جزيئات أضيه، تعريف جزيئات أضيه. إذا أضيه هو أسيد، يعني حمض ديزوكسي ريبو نيكليك. إذا حمض نووي نيكليك، يعني كاين في النواة وناقص أكسجين. إذا حمض نووي ناقص اكسجين، وهو عباره عن ماذا؟ اذا ملي شفنا في الدرس شفنا بان الاضيه عباره عن سلسلتان نيكليوتيديتان. اذا نكتبوها، وهو ولا وهي جزيئه، وهي عباره عن سلسلتان نيكليوتيديتان. نيكليوتيديتان مزيان، في كينا تتموضع داخل النواة ومسؤولة عن الصفات الوراثية. إذا جزيئة الأضيه هي اللي كاينة في النواة، تتموضع داخل النواة وهي المسؤولة عن جميع الصفات الوراثية بالنسبة لواحد كبيرة. جوج كبيرة، تعرف الاقتراحات الصحيحة والصحيح الاقتراحات الخاطئه. اذا ما عندي واحد السبعه ديال الاقتراحات، اللي صحيحه راه نكتب قدامها صحيحه، واللي فيها خطا خصني نصحو. اذا اولا قالك تنطلق الدوره الخلويه بانقسام غير مباشر وتنتهي بمرحله السكون. واش الدوره الخلويه تبدا بانقسام غير مباشر؟ لا. علاش خصها تبدا بالسكون؟ اذا قلنا باش كيتميز السكون، السكون يتميز بمضاعفة الأدين. بمعنى يعني عندي واحد الأدين، وقلنا هذا غيكون عند خلية أم، غنبدا بخلية أم عندها أدين. واش هاد الأدين نقدر نعطيه بجوج ديال الخلايا ويبقى نفسه ما يتغيرش؟ طبيعي خاصني واحد خوه، وحتى في اللون، حتى في اللون. إذا تخيل معايا بأنه لون أزرق، إذا خصني نضاعفو، إلا كان واحد خصهم يوليو جوج. إذا ديما خصني سبق السكون حيت فيه المضاعفة، عاد غنفرقهم على خليتين بنتين، كل خلية غتاخد أضيه. إذا خطأ، إذا واحد خطأ. علاش؟ لأن الدورة الخلوية تنطلق
الدورة الخلوية دائما بانقصار غير مباشر. إذا ديما كتبدا بانقصار غير مباشر، لا بسكون، بسكون دائما بسكون، وتنتهي بانقصار غير مباشر. ثانيا، تؤدي مضاعفة الأداء أثناء الفترة الأساسية مرحلة السكون إلى مضاعفة عدد الخيوطات النووية. إذا كيما شفنا قبيلة، إذا كان عندي خيط نووي، شحال خيط غيوليو؟ جوج، غيوليو جوج ديال الخيوطات. إذا صحيح، ثانيا صحيح. ثالثا، أداء بوليميراز عبارة عن جزيء مكون من تسلسل من النيكليوتيدات. واش أدين بوليميراز؟ شنو بعد أدين بوليميراز؟ الأدين بوليميراز واحد الأنزيم، والأنزيم يتدخل، وهو أنزيم يتدخل خلال المرحلة S. يعني كيف كيبدا يتضاعف الأدين؟ راه شفناها في الفيديو الثاني من الدرس. إذا اللي ما فهمش مزيان السكون يرجع لذاك الفيديو غيفهم. إذا بالنسبة لمضاعفة الأدين خصني واحد الأنزيم اللي يدير لي المضاعف. ذاك الأنزيم هو الأدين بوليميراز. واش هو كيتكون سلسلة من النيكليوتيدات؟ لا. إذا الـ ADN هو اللي كيتكون في سلسلة من النيكليوتيدات، ماشي الـ ADN بوليميراز. إذا ثالثا خطأ، وغندير ADN بوليميراز عبارة عن أنزيم يتدخل خلال المرحلة S من السكون. رابعا، الصبغين عبارة عن مادة وراثية حاملة للخبر الوراثي. إذا بزاف د الميساجات كيوصلوني، ما هو الفرق ما بين الصبغين والصبغيات؟ إذا تخيل معايا، عندي قلنا بأن الـ ADN كيدور حول واحد البروتين سميتو الهيستون. إلا كانوا الهيستونات متباعدين، هذا هيستون وهذا هيستون، إلا كانوا متباعدين الهيستونات، كيفاش غيكون الطول ديال الخيط؟ غيكون طويل جدا. إلا تقاربوا الهيستونات فالطول غيصغر. إذا ملي كيكونوا الهيستونات متباعدين فأنا أتكلم عن الصبغين أو لا كروماتين. الصبغين مي كيتقاربو، الهيستونات، وبالضبط في المرحلة التمهيلية كنتحول من الصبغين، ها هو خويا الطويل والرقيق، إلى الصبغيات. شو الفرق ما بين الصبغين والصبغيات؟ إذا الصبغين الهيستونات متباعدين، وفي الصبغيات الهيستونات متقاربين. هذا في السكون، هذا في القصر غير مباشر، هذا هو الفرق بيناتهم. واش الصبغين جزيء حامل للأدين؟ نعم. إذا الصبغين راه فيه الأدين، ما هو إلا أدين. إذا رابعا صحيح. خامسا، تتميز المرحلة الانفصالية بتكون الصفيحة الاستوائية. تتميز المرحلة الانفصالية بتكون الصفيحة الاستوائية. قلنا بأن الصفيحة الاستوائية، على اسمها صفيحة. إذا عندي واحد الصفيحة وكيتموضع فيها الصبغيات، وشنو هو الاستواء؟ الاستواء هو الوسط. إذا هذه مرحلة الاستوائية. هما قال تتميز المرحلة الانفصالية بتكون الصفيحة الاستوائية. لا، تتميز المرحلة الاستوائية بتكون الصفيحة الاستوائية. إذا الخطأ شنو هو الصحيح؟ تتميز المرحلة الاستوائية بتكون الصفيحة الاستوائية. سادسا، داخل النواة، يرتبط الأدين بالبروتينات. داخل النواة واش الأدين مشات البروتينات؟ نعم. علاش؟ حيت قلنا بأن الأدين هو الأدين خيط يلتف كيدور حول واحد البروتين سميتو الهيستون. مزيان. إذا هادشي فين كاين؟ في النواة. فالأدين كيدور حول واحد البروتين سميتو الهيستون، وبالتالي سادسا فهي هذا الاقتراح صحيح. سابعا، ترمز مجموعة من الوحدات الرمزية لنفس الحمض الأميني.
إذا شنو هي بعدا واحدة رمزية؟ واحدة رمزية هي ثلاثية نكليوتيد من الـ AFN ميساج. واش كترمز مجموعة من الوحدات الرمزية نفس الحمض الأميني؟ نعم. علاش؟ حيت كاين 20 حمض أميني في الطبيعة. وشحال من وحدة رمزية كاينة؟ كاين 64 وحدة رمزية. إذا كانت كل وحدة رمزية، إذا كانت كل وحدة كترمز لحمض واحد، فشحال من حمض أميني خصو يكون؟ خص يكون 64 حمض أميني. إذا خص يكون التكرار. نعطيكم مثال. إذا غنشوف شي مثال. ناخذ غير مثال ديال الوحدات بدون معنى. الوحدات بدون معنى، إذا عندنا U A G U A A U G A. إذا قلنا شحال من وحدة رمزية كاينة؟ كاينة 64، ثلاثة ما كيمثلو حتى شي حمض أميني، لا يشيرون إلى أي حمض أميني، وكيتسمى وحدات بدون معنى. إذا ها هما ثلاثة لا يشيرون إلى أي حمض أميني. من غنمشي للجدول ديال الرمز الوراثي غلط بزاف ديال الوحدات الرمزية ترمز لنفس الحمض الأميني. إذا سابعا حتى هي صحيحة. إذا هادشي بالنسبة لواحد كبيرة، جوج كبيرة، غندوزو لثلاثة كبيرة. مباشرة بعد تشكلها تخضع الخلية لسلسلة من الانقسامات وتمثل الوثيقة هو التطور كمية أضعين في نواة كل خلية أثناء الانقسام. أولا اعتمادا على الوثيقة واحد وعلى معلوماتك ماذا تمثل كل من المرحلتين إي وإل. إذا غنرسم لكم هنا الوثيقة واحد. إذا في الوثيقة واحد في هذه المرحلة، هذه المرحلة شنو كيمثل؟ فيه هنا كمية الأدير، وهنا المدة، وهنا الزمن بالساعات. إذا عندي الزمن جوج، أربعة، هنا صفر، ستة، إذا عشرة، 12، 14، 16، 18، 19، 20، 21. إذا هذا المحور يمثل الزمن، هذا المحور يمثل كمية الأدير. إذا أعطونا في الأول أن كمية الأدير بادية ب 2 كيو وهنا كيو، وغادا ترجع ما بين هنا. إذا هنا غادا ترجع وهنا داير ليا. إذا هنا كم كنمثل لكم الوثيقة؟ كنعاود نمثل الوثيقة باش نشرحها هنا في الطاولة باش تبان لكم مزيان. إذا هنا عام مزيان، هنا دخلنا في الجي عام، هنا الجي عام حدو واحد 12، غندوز حتى 18، هذا إس. من بعد كندخل في الجي دو، هنا كنعاودو كنرجعو للأهم. إذا هنا مشرحت والو غير الوثيقة عاود نقلتها في الطابلة. إذا أولا اعتمادا على الوثيقة واحد وعلى معلوماتك ماذا تمثل كل من المرحلتين إي و إم. إذا شوف المرحلة إي هي هذي. إذا غنمشي غنقرا السهم وغنشوف إي شنو شادة. إذا إي شادة من الجهة حتى الجي دو، ونعرف بأن الجي أن و إس و جي دو، الجي أن و إس و جي دو ما هما إلا مراحل السكون. إذا إي جوج نقاط مرحلة السكون، وبين قوسين هذه غير كملاحظة، السكون ديما كندوز من كو لدو كو. ها هو بديت بكو وساليت بدو كو، هاي دزت من كو نحو دو كو. مزيان. بالنسبة لأم، أم يمثل انقسام غير مباشر. علاش؟ حيت السمن دو كو نحو كو.
اذا المرحله اي كما قلنا كتمثل مرحله السكون، لانني كندوز من اي من دو كيو نحو كيو، والمرحله ام ها هي في ام كندوز من دو كيو نحو كيو. اذا ام هي انقسام غير مباشر. اذا هذا بالنسبه لواحد الف، واحد الف، واحد باء، واحد باء ما نوع الانقسام الذي تكشف عنه الوثيقه واحد؟ اذا شنو الانقسام هذا؟ حيت من بعد غنشوفو انقسام اختزالي، هذا انقسام غير مباشر. لماذا؟ لان انقسام غير مباشر يحافظ على كميه الاضلاع. يعني باش بديت الدوره الخلويه بديتها بكو، باش ساليت بكو، اذا عقل معايا انقسام غير مباشر يحافظ على كميه الاضلاع. مادام انني عندي محافظه على كميه الاضلاع فهو انقسام غير مباشر. الانقسام اللي غنشوفو من بعد هو انقسام اختزالي وهو لا يحافظ على كميه الاضلاع. اذا غندير باء انقسام غير مباشر، وشنو هو التعليل؟ نظرا للمحافظة على كمية أدير بين قوسين كيو. جيم جيم حدد مدة الدورة الخلوية، مدة الدورة الخلوية. إذا الدورة الخلوية هي سكون زائد انقسام غير مباشر. كاين غيدير واحد الخطأ غيمشي غتبان ليه هنا 21 ساعة، غيجي غيدير مدة الدورة الخلوية 21 ساعة. لا، خصني نرد بالي منين منين بادي الدورة الخلوية. ها الدورة الخلوية منين بدات؟ يعني من 4 السوايع، وباش سالات ب 21. يعني مبداتش من صفر، كون بدات من صفر وكانت عندي الجهة بادية من هنا غنقول 21 ساعة، ولكن المدة بادية من هنا لهنا. إذا شنو غندير؟ 21 ناقص 4 هي شحال؟ هي 17 ساعة. 17 ساعة هذه هي المدة ديال الدورة الخلوية. وين نتأكد كاع غادي نتأكد إذا من هنا لهنا شحال من ساعة؟ من 4 إلى 6، إذا ساعتين. إذا ها هي هنا 2 4 6 8 10 12، هنا 6 غاب 1 13 14 15، كاين شي خطا حيت هنا نسيت 8. إذا 15 و هاد 2 هي 17 ساعة. إذا نعاود باش كلشي يفهم. إذا ها هي مثلا بغيت ندير الطريقة غادي ندير 21 ناقص 4. إذا بغيت نمشي بهاد الطريقة باش نتأكد، إذا من 4 إلى 6 ها هما ساعتين، 4 السوايع، 6 8 10 12 14 هنا 15 16 17، إذا 17 ساعة. إذا السؤال التالي عطاونا 4 ديال المظاهر، 4 ديال المظاهر. إذا واحد المظهر ديال بحال هكا وسموه رقم 2، وعطاوني واحد المظهر ديال بحال هكا وسموه رقم 4، وعطاوني واحد المظهر ديال بحال هكا وسموه رقم 3، وعطاوني واحد المظهر ديال بحال هكا وسموه رقم 1. وقال لك رتب الأشكال وخصني نسميهم. إذا غنبدا بالتسمية، هنا غندير لكم السؤال التالي، هنا السؤال التالي، واخا غنديرو مظهر واحد. مظهر واحد شنو عندي فيه؟ عندي فيه السبغي، السبغي واضح، يعني السبغي قصير وسميك، يعني متكاتف جدا. وقتاش السبغي كيكون واضح؟ في المرحلة الاستوائية. إذا غندير واحد مرحلة استوائية، جوج جوج شنو كيبان ليا؟ كاين عين النسخ. إذا عندي واحد الخيط وفيه عيون. إذا المرحلة إس، المظهر ثلاثة فيه سبيغي فيه نص سبيغي، إذا المرحلة الانفصالية. ورقم 4 فيه خويي نووي طويل ورقيق. فاش يكون عندي خويي نووي طويل ورقيق؟ في المرحلة الجائعة. إذا المرحلة الجائعة قال لي رتبهم. إذا ما بين الجائعة إس استوائية انفصالية، ماشي كندير لك حركة. إذا الترتيب يكون بحركة، كناخذ الرقم 4 سهم تابع 2 سهم 1 سهم 3. إذا هذا هو الترتيب ديال
هذه الوثيقة الثانية. إذن هذا كل ما يخص هذا الفيديو الخامس حول الاستعداد للفرد التالي. إذن هذا الفيديو هذا بغيت نخدم فيه الكيو سي ام، درت معكم الكيو سي ام والتعاريف والأشكال ديال الدورة الخلوية. وفي الفيديو الأولي اعتمدنا على الاستنساخ والترجمة. إذن هادشي اللي غيكون عندك في الفرد، غيكون عندك كيو سي ام، تعاريف، الدورة الخلوية، والاستنساخ والترجمة. إذن كنتمنى بأن النقط ديال الفرد التالي يكونوا طالعين، وكنوعدكم بأننا غادي نأكسلري في الخدمة، يعني باش نوصل للقوانين الإحصائية في أقرب وقت. إذن نتلاقاو في فيديو جاي إن شاء الله حول الهندسة الوراثية، والسلام عليكم.